بسم الله، هذا دعاء حلو اسمه دواء المعلول، حالة اطلاعي على مراحل عمر الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو منويع على شفاء عمة فاطمة الهاشمية أحمد رفع والجميع. وهذه المقدمة تقول هذه الرسالة هي خلاصة للسيرة النبوية وطرفة أدبية بالحروف غير المعجمة المهملة. نثرها الشجر، يعني سجع، نثرها مسجع، ونظمها نظمها رقيق، والمؤلفات عن حياة أشرف المرسلين وعن سيرته من المطولات مختصرات لا تحصى. الحين قرب ربيع الأول بعد صفر ميلاد نبينا شمعين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يوجد فيها مثل هذا الطراز البديع الذي امتاز به اسلوب هذه الرسالة التي بذل مصنفها فضيلة السيد العلامة محمد بن أحمد بن عمر الشاطري، الله من أهل اليمن آل بعلوي، مجهودا كبيرا في إخراجها سنة 1348، يعني قبل تقريبا 90 سنة، وتطويره بهذا الشكل العجيب وهو في آخر العقد الثاني من عمره المديد متع الله به، ويدون وراء هذا كله إلى إكرام رسول الله سيد شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم بما لا يسبقه إلى مثل أحد. امتاع عشاق السيرة النبوية نوادر البديعة بها أجزل الله له الثواب الناشر. سبحان الله، هو كامل ونمر عليها، بس بقرأ لكم بعدين الدعاء. هذا أصول أساسنا، مخ العبادة بل هو العبادة كما قال شبينا قبلنا مولده صلى الله عليه. وهذا السيد ساشم ساحمد الربع الدين نابش الطريق الرفع الصوفية، هو كان من عشاق المولد النبوي في دولة الكويت وغيره، عوله وحطمه وأوساطه وعمره. الله حاط فيه رسالة صلى الله عليه وسلم. الله شلون ما يصير صراع مع الأعداء، خلونا احنا مع الأحسن. والإكمال الإسلام ملامحه ومحامده. بطلك لي ولا ما تطلع تروحين البيت. الدعاء يقول هو مسلم محمد صلى الله عليه وها هو كمل ما أراد الله له الرسم وسعه العلم، وما هو إلا كأحدى عطل إلى طمطام محمد المرسل وأحمد على إكماله مع رعوى إهماله، وادعوه وهو سامع الدعاء كما دعاه الرسول ليحصل المأمول، وأسأله كما هدى كل وارد إلى الاطلاع على مراحل عمر محمد وسماعه، أسأل الله له محو أسره ودوام ظهره. اللهم ودر على الورى مدرار الكرم، وأهمر على الكلأ فطالك الواسع العم، واردد على الإسلام علاه، واهلك عدوه صم صداه، وارع أممه واعصمها مما هو هادم، وسلمها اللهم مالك الملك، وسدد للعدل كلها وإملاؤها، وإلهم حكامها وعلماءها. اللهم وعد على أهلي عوائد مددك، اكسهم حلل سؤددك، اللهم وصلهم إلى حماه رسول الله المسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وأدم على عهدهم أدم عهدهم على لا إله إلا الله، وطل عمارهم وطأطئ أسعارهم، يعني خفضها وارحم.